نعرض مع بعض النهاردة موضوع في نفس السلسلة بنتكلم فيها، وهو التطور الكبير الجزء 50 وإدعاء تطور الديناصورات للطيور. اللي ما سمعش عن الموضوع ده قد يراه شيء غريب، إيه اللي بنقوله ده؟ البعض قد يراه فكاهي، وهو في الحقيقة فكاهة إلى حد ما، لكن هندرسه مع بعض من ناحية علمية. طب ليه بنتكلم في موضوعات تبدو علمية فقط واحنا في وقت خدمة مسيحيات لاهوت دفاعي؟ لأنه الحقيقة الفكر الإلحادي ده هو بيهاجم الكتاب المقدس، وبدايته أصلا بدايته والأصلا اللي بدأ ينشر الفكر ده كان هدفهم الأساسي إسقاط الكتاب المقدس وإدعاء إن هو كتاب مخطئ ولا يوجد إله خالق، وكل الكلام اللي موجود في الكتاب المقدس من بدايته اللي اتكلم عن الخلق هو خطأ في خطأ. فالملحدين زي ما اتكلمت في الجزء الاولاني، تاريخ الفكر الالحادي المرتبط بالتاريخ التطوري، دايما كانت محاولات فلسفيه قديمه ولكن دايما بتفشل. ليه؟ لما كانوا بيقولوا لا يوجد حاجه لاله خالق والكتاب المقدس خطا، كانوا بيقولوا لهم طيب لو ما فيش اله خالق من اين اتت الكائنات الخلائق؟ ما كانوش بيعرفوا يجاوبوا على السؤال ده. فكان دايما اي محاوله فلسفيه الحاديه ما بتنتشرش قوي، لغاية ما جت فترة من الفترات اللي زادت فيها الثورات وكانوا عايزين يتخلصوا بأي شكل من سلطان الكتاب المقدس، وعايزين يدعوا ان هذا الكتاب خطأ زي تشارلز لايال اللي كان بيقول ان هو عايز يتخلص من التاريخ الموسوي تماما ويحطمه، حد يدعوا انه العلم يثبت ان الكتاب المقدس خطأ، وبدأت هذه الفكرة الخاطئة. فظهرت بسبب هذا الكلام الفرضية اللي قالها تشارلز داروين ان هي نظرية التطور، اللي فرح بيها الملحدين جدا اللي افتكروا ان اخيرا حد جاوب لهم على السؤال اللي كانوا عاجزين عن الاجابة عنه من زمان، وهو من اين اتت الكائنات؟ لما قال لهم لا ما اجتش لا بالخلق ولا غيره، والكلام اللي اتقال في تكوين ده غلط، الكائنات اتت بالتطور من جد مشترك. عشان كده زي ما بقول التطور والالحاد هو وجهين لعملة واحدة. فكر الإلحادي بدون التطور عنده إشكالية كبيرة، من أين أتت الكائنات؟ والتطور كفكرة هي غير علمية بالمرة، لأنها غير ملاحظة، غير مختبرة، غير متكررة. زي أي أمر غير لا يخضع للمقاييس العلمية كان المفروض يكتب لها الفشل، فلولا دفاع الملحدين عنها ما كانتش استمرت وأصبحت العلوم العظيمة اللي بتدرس في أغلب جامعات العالم وأشهرها، اللي تسمى بعلوم التطور، اللي بتغسل بيها مخ الشباب واللي بيقنعوا بيها أن الكتاب المقدس خطأ أو آخر حد يعني ها ده كلام رمزي لكن مش كلام حقيقي، ويفقدوهم يا إما يفقدوهم الإيمان تماما أو يفقدوهم المصداقية في الكتاب المقدس. لكن الحقيقة العلم ليه موقف مهم جدا. العلم اللي يعتمد على الحاجات الحقيقية مش فرضيات، مش آراء أشخاص وتفسيراتهم بناء على عقيدة إلحادية تطورية. العلم اللي يعتمد على الملاحظة ويعتمد على الاختبار التجارب ويعتمد على التكرار ويخضع لمبدأ الفلسفات، العلم موقفه ايه ما بين الاثنين؟ عشان كده زي ما قلت عندنا فكرين، في الفكر اللي اتكلم عن من فين جات الكائنات الحية واجناسها المختلفة، الفكر الاولاني اللي هو الكتاب المقدس. الكتاب المقدس اللي المفروض زي ما عارفين ان ربنا خلق الكائنات مع بعض، لا فيها حاجة اسمها عمل شرب عضوية يطلع منها بعض الكائنات ولا الكلام ده كله. والفكر الثاني الفكر التطوري، الكتاب المقدس مش محتاج تطور قلبي قال فكان. اما الفكر التطوري اللي ادعى ان كل الكائنات جت من جد مشترك، كانت محتاجة انه الجد المشترك ده يجي من شربة عضوية من زمان قوي، مواد غير عضوية اتفعلت مع بعض كونت مواد عضوية بسيطة، اتفعلت مع بعض كونت مواد عضوية معقدة، اتجمعت مع بعض وطلع منها اول كائن ينقسم ذاتيا. الكلام ده من امتى؟ الكلام ده زي ما بيقولنا من 4.5 الى 3.8 من 10 مليار سنة. ليه الكتاب المقدس اللي بيقولنا ان الاجناس ربنا خلقها فاتخلقت مع بعض عاشت مع بعض تتنوع لكن ما تتطورش جنس الاخر؟ الكلاب تتنوع لكن مش هيتحول الكلاب لجنس اخر مختلف. الحمام يتنوع لكن الحمام مش هيتحول الى صقور. الديناصورات تتنوع لكن الديناصورات مش هتتحول الى حمام، وده
اللي بينادي بيه التطوريين. أما الفكر التطوري بينادي إن كل الأجناس من أصل مشترك، من جد مشترك، بتتطور من جنس الآخر. فقالنا الجد الأولاني البسيط قوي اللي طلع من الشوربة العضوية اللي كان ينقسم ذاتين. فقلنا لهم أولا فين دليل الشوربة العضوية؟ طلع مفيش. درسنا مشكلة الأكسجين، طلعت ما تنفعش أصلا تتكون حاجة اسمها شوربة عضوية، اللي ما عليهاش دليل بل العلم أثبت عكسها. فطبعا هتلاقينا شجرة الحياة المزعومة بتاعت التطور أصلا بدون جذور، شجرة شيطانية. طيب الجد إياه المزعوم ده اللي المفروض من 3.5 ل 3.8 من 10 مليار سنة اللي بدأ الحياة، هل أصلا علميا ينفع؟ لا. لما درسنا المينيمم جين كونسبت أو أقل عدد جينات مطلوبة لبداية الحياة، لقينا أصلا ما ينفعش يطلع بجينين ثلاثة. أبسط كائن نعرفه زي المايكوبلازما جينيتاليا من التعقيد اللي مستحيل ان يكون بدا ابسط من كده. طب فين دليله؟ ما لقيناش اي دليل عليه. فعرفنا ان الحقيقه بدايه هذه الشجره في اساسها ملهاش وجود، فالشجره الشيطانيه دي طلعت بدون جذور وبدون اول جزء في الساق. طيب اكبر فرع في هذه الشجره واقدامه الكائن الجد ده اتطور لغايه ما بقي البكتيريا اللي احنا عارفينها الايام دي. مراحلها بسيطه فين؟ مفيش. حفرياتها فين؟ مفيش. طب هل فعلا تنفع ان البكتيريا تكون اتطورت تدريجيا بالتطور التدريجي البسيط؟ لا، علميا ثبت الكلام ده خطا لما درسنا مع بعض ما يسمى بـ irreducible complexity او التعقيد الذي لا يمكن اختزاله. زي ما درسنا صوت البكتيريا وغيره ما ينفعش حتى يختزل. فلما درسنا هذا الامر عرفنا ان الحقيقه البكتيريا بكل اجناسها التي لا تتطور لاجناس اخرى هي مصممة وبدقة، وعرفنا أقدم وأكبر فرع في هذه الشجرة الشيطانية الخرافية طلعت تشهد إن هي أتت بالتصميم والخلق ولم تأت بالتطور. ودي حاجة مهمة جدا إنه البكتيريا دي حياتها قصيرة، يعني كل 10-15 دقيقة أنا عندي جيل جديد، يعني في أسبوع أكون شفت ما يوازي أجيال ضخمة من الإنسان، في سنة أكون شفت عمر مش الانسان ده عمر الثدييات وكل عمر الحيوانات البريه ما يوازيها في سنه واحده من البكتيريا. طب المفروض ان التطور مستمر، البكتيريا ما بتتطورش. واو، ده اصبح دليل قوي على ان التطور المزعوم ده ما بيحصلش. تاني فرع بيقول لنا ان الكائنات البسيطه الخليه الوحيده الخليه البسيطه اتطورت الى وحيده الخليه المعقده اليوكاريوتيك. فالبروكاريوتك اللي اتطورت لليوكاريوتك هي اللي وصلت للكائنات الحيه. طيب فين حفريات تطور الكائنات البسيطه بروكاريوتك لليوكاريوتك؟ مفيش. طب هل علميا ينفع؟ عرفنا الكلام ده برضو علميا ما ينفعش. درسنا بعد كده تاني اكبر فرع في هذه الشجره وهي الكائنات الاوليه زي البروتوزوا. مراحل تطورها فين؟ مفيش. حفرياتها فين؟ مفيش. طب علميا تنفع ان هي تكون جت بالتطور التدريجي البسيط؟ لقينا الحقيقه برضه الكلام ده ما ينفعش، والبروتوزوا من التعقيد الذي لا يمكن اختزاله تشهد انها اتت بالتصميم. واكتشفنا ان ثاني اكبر فرع في هذه الشجره لا يصلح ان يكون اتى بالتطور التدريجي، هو يشهد على التصميم. بعد كده المفروض انه وحيد الخليه ده ابتدى يتحول الى عديد الخلايا. حفرياته فين؟ مفيش. ازاي تدريجيا اتحول لعديد الخلايا؟ برضه ما نعرفش. واكبر فرع في هذا الامر اللي هو الاسفنجيات، لان ايضا الاسفنجيات من التعقيد اللي ما ينفعش اختزالها. وبرضه اتاكدنا ان الاسفنجيات تشهد على التصميم الذكي والخلق. بعد كده ابتدينا ندرس مع بعض في الكائنات المملكه الحيوانيه عديده الخلايا المعقده. واكبر فرع فيها وهو المفصليات اللي منها الحشرات. طيب دول فعلا يشهدوا على التطور؟ لا. حفريات جدودهم ومراحلهم الوسيطه؟ مفيش. طيب بالجينات هل ينفع يكون الحشرات جم من جد مشترك؟ علم الجينات اثبت عكس ذلك، ما ينفعش يكونوا اصلا ليهم جد مشترك. والاشكاليه الكبرى في الحشرات ان احنا وصلنا من كبر الحجم اللي يكفي ان انا اقدر اشوفها بالعين المجرده الحفريات بتاعته، وعندنا ملايين الملايين من حفريات الحشرات اللي محفوظه بطريقه رائعه ودقيقه جدا زي في العنبر وغيره.
وألاقيها كلها تطابق الحالية. فين مراحل وسيطة؟ مفيش. فين الكائنات الغير مميزة؟ مفيش. فالكارثة إنه حفريات الكثيرة جدا للحشرات شهدت بعكس اللي كانوا ينادوا به التطوريين، وشهدت إنه كل أجناس الحشرات مستمرة كجنسها زي ما قال الكتاب المقدس، ولم تأتي بالتطور بل أتت بالتصميم الدقيق الرائع. فأيضا الحشرات أكبر فرع في المملكة الحيوانية عبيدة الخلايا طلع برضه أتى بالتصميم وليس بهذه الشجرة الشيطانية. بعد كده المملكة النباتية، ودرسنا النباتات البحرية المفروض تطورت لنباتات أرضية. حفرياتها فين؟ مفيش. مراحلها الوسيطة؟ مفيش. طب هل تنفع تكون جت بالتطور التدريجي؟ درسناها علميا وقلنا الكلام ده ما ينفعش. فبرضه هذه المملكة اتضح إن هي أتت بالتصميم وليس بالتطور التدريجي. بعد كده بيقولوا لنا الكائنات القديمة هي أصبحت أسماك قديمة تطورت وقسمت أسماك منهم بدأت تمشي على شاطئ البحر وتحولت لبرمائيات، والبرمائيات لزواحف وزواحف لطيور وثدييات. طيب الأسماك القديمة المزعومة والحفريات بتاعتها لما درسناهم مع بعض هل فعلا تشهد على هذا التطور التدريجي؟ لقينا الحقيقة العكس. ولما درسنا الفرق الضخم ما بين البرمائيات وما بين الأسماك عرفنا انها تشهد وبوضوح على ان التطور التدريجي ده خطا، وان الاثنين اتوا بالتصميم الدقيق. طب فين حفريات المراحل الغير مميزه؟ مفيش. بعد كده طب البرمائيات هل فعلا تكون تنفع تطورت الى زواحف؟ درسناها مع بعض ولقينا ايضا الفرق الضخم بين البرمائيات والزواحف انه ما ينفعش. وايضا لما درسنا الحفريات المزعومه للمراحل الوسيطه عرفنا الاخطاء اللي فيها والاشياء التي لا تذكر للطلبه اللي بيدرسوا الكلام الخطا ده اللي ما بيتقالهمش ايه الاشكاليات في هذه الحفريات، ودرسناها مع بعض وعرفنا ايضا انه البرمائيات اتت بالتصميم. بعد كده درسنا البرمائيات، هل فعلا تنفع البرمائيات تكون اتطورت لزواحف؟ لقينا لا. وعرفنا الموضوع ده ودرسنا الحفريات المزعومه وعرفنا ايضا ان البرمائيات تكون الزواحف اتت ايضا بالتصميم الذكي اللي يشهد على وجود اله خالق. ده اللي فاضل لنا من الشجره اياها. اللي انا صدعتكم فيه الشهور اللي لم يكن السنين اللي فاتت كله ده طلع ملوش وجود. الشجره دي اللي المفترض لما درسنا خطوه خطوه وجزء جزء ما يقولوش التفاصيل دي للطلبه، الطلبه يقولوا لهم العلماء اثبتوا. لكن لما نيجي العلماء اثبتوا في ايه؟ ما نلاقيش العلماء اثبتوا حاجه. نلاقي الكلام ده فرضيات واراء شخصيه مش العلماء اثبتوا. فالشجره دي كلها طلع ملهاش وجود. وده اللي فاضل لنا الطيور والثدييات، وبعد كده هندخل في الثدييات لما نوصل القسم السادس، اسف القسم السابع، ونتكلم على تطور الانسان. النهارده هنبتدي نتكلم على الفرع القبل الاخير في هذه الشجره الشيطانيه وهو تطور الزواحف الى طيور. ونبتدي نتكلم على الجزء ده. بيقول لنا ايه؟ بعد ما عرفنا في الاجزاء السابقه انه مفيش دليل حقيقي على تطور الاسماك لبرمائيات ولا تطور البرمائيات لزواحف، لكن لقينا ادله علميه ضخمه على انهم متصممين وبدقه بطريقة مناسبة لبيئتهم وأسلوب حياتهم. وعرفنا رغم ده بيصر مؤيد التطور على إدعاء التطور. طب ليه؟ وليه ما بيحطوش كل الاحتمالات قدامهم؟ لأن ما يقدروش يحطوا كل الاحتمالات قدامهم. لأنهم لو اعترفوا بالأدلة العلمية اللي توضح خطأ التطور، البديل الوحيد أمامهم الاعتراف بالتصميم. إيه الإشكالية؟ لو اعترفوا بالتصميم إذن يعترفوا بالمصمم اللي هو الاله الخالق، وده اللي هم مش عايزين يعترفوا بيه. ده السبب الاساسي في عدم الحياديه فيما تسمى بعلوم التطور وكل الفرضيات الخطا واجبار وغسل مخ الطلبه عشان بس لا يعترف بوجود هذا الاله الخالق. المرحله الثانيه في شجرتهم التطوريه الخياليه او في اضيف عليها الشيطانيه هو الطيور. اللي حسب عقيدتهم لازم الطيور تكون جت بالتطور. طيب عندهم اشكاليه، الطيور كائنات مميزه جدا. بص للطيور اللي حواليك من عصافير وصقور وحمام وغيره. تصميمها دقيق جدا 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 مناسب للطيران والحياه اللي بتعيشها. لكن لازم عشان التطوريين ما يعترفوش ان في اله خلقها
لازم يقولوا ان هي جت من خلال ايه؟ يقولوا ان هي جت من خلال التطور عشان ما يعترفوش بالتصميم. فاخترعوا لنا فرضيه حلوه قوي قوي قوي، هي ان الزواحف القديمه الديناصورات اللي حضراتكم عارفينها، تي ريكس وغيره بتاع جوراسيك بارك اللي بياكل الناس، ده تطور الى الطيور اللي نعرفها. وحضرتك لما بتاكل فرخه، الفرخه حضرتك اللي بتاكلها دي في الحقيقه هي ديناصور بس لما اتسقط. صدقوني ما بهرجش، ده ملخص للي بينادوا بتطور الديناصورات للطيور. عارف ان الصعوبه تبدو فكاهيه، ولكن ده تعبير عن الفكر اللي بينادوا بيه. ما بهرجش صدقوني. اسأل أي واحد ملحد يؤمن بالتطور من أين أتت الطيور؟ هيقول لك أتت من الزواحف القديمة اللي هي الديناصورات. وهتلاقي كتير بيتكلموا الديناصورات لم تنقرض لأنها لا زالت موجودة حتى الآن في هذه الأيام في صورة الطيور. وأنت امبارح بالليل، ما احنا طبعا مش امبارح بالليل لأن احنا صايمين لينا حاجة و30 يوم، أنت من حاجة و30 يوم فاتوا اتعشت لك بديناصور. ايه رايكم؟ ده الزمن لما جرى على كابتن تي ريكس وسقط كابتن تي ريكس، بيت سعادتك تتعشى بيه كل يوم، و7 يناير هتتعشى بيه مره ثانيه. فما تزعلوش لما تلاقوا تي ريكس بياكل البني ادمين في الافلام الخياليه، ما انت كمان بتاكل الديناصورات كل شويه. في ادعاء تطور الديناصورات للطيور، الديناصورات كزواحف تختلف جدا عن الطيور في تصميمها، مش بس الحجم، ازاي التي ريكس والفرخه قرايب ما ينفعش اصغر طفل يقدر يشوف الفرق ده، لكن مش بس ده، لكن حتى التركيب الجسم التشريح. الطيور بيها ريش، الديناصورات كزواحف بيها قشور جلديه. ازاي تتطور القشور اللي على الجلد اللي في جلد الديناصورات انها تصبح ريش؟ ومين فيهم الاول؟ هل تحول من ديناصور لطائر بعد كده القشور اتحولت لريش؟ ما ينفعش يكون طائر في الاول بهذا المنظر، ولا اتطور الاول الجلد بتاعه اصبح بريش ملوش لزوم، وده اللي بينادي بيه على فكره قبل ما يكون محتاج ان هو يطير بيه. ما حدش قدر من علماء التطور يفسر ازاي ويقدم دليل علمي واضح ازاي تطور القشور الى ريش، كلها فرضيات هتسمعوا اغرب من الخيال. ما حدش قدر يقدم دليل واضح، لا تشريحيا ولا جينيا ولا حتى من الحفريات واضحه. ولم يوجد اي شيء يشير الى مرحله تطور الريش. والريش ده مش حاجه بسيطه. القشور اللي موجوده على جلود الزواحف والديناصورات ده عشان يتحول القشرة دي تتحول إلى الريش اللي احنا عارفينه، ده محتاج مراحل طويلة لو بالتطور المزعوم، واحنا عارفين الطفرات لا تضيف لكن هي تدهور. ولكن حتى لو افترضنا جدلا انها تضيف وتحسن وغير قاتلة، دي محتاج مراحل كتيرة قوي قوي قوي. الريش ده تصميمه منتهى الدقة والروعة عشان يعرف يطير به الطائر. ما عندناش أي إشارة لبداية ظهور الريش تدريجيا. كل اللي بيتقال فرضيات وخيال. مش ده بس الفرق. الفرق التالت التنفس. التنفس ده كارثة ما بين الزواحف وما بين الطيور. التنفس بالرئتين مش بس شهيق وزفير، ده حاجة بسيطة. الطيور الجهاز التنفسي فيها غاية في التعقيد، مختلف جدا ومعقد، واعلى او اعقد جهاز تنفسي موجود في الكائنات الحيه. لانها محتاجه طاقه عاليه جدا عشان تقدر تطير. ومحتاجه كم كبير من الاكسجين بالنسبه لحجمها. ده يحتاج كم ضخم، لو فعلا التطور المزعوم ده صحيح، محتاجه كم ضخم من التغيرات في شكل وتركيب الرئتين والحجم والمساحه السطحيه ومعدل توارد الدم وغيره، كل ده علشان فقط تقدر تتنفس اكسجين يكفي ان هي تقدر تطير زي ما بيقول.
علشان الدم اللي يشيل كل هذا الامر اللي يغذي بيها العضلات. الطيور تمتلك اكثر جهاز تنفسي تعقيد مقارنه بالجهاز التنفسي للطيور امام الجهاز التنفسي للانسان. رغم الجهاز التنفسي للانسان معقد ومصمم بدقه مناسب ليه، لكن لا يقارن بالتعقيد اللي موجود في الطيور اللي يساعدها هو الطير. اللي يساعدها بكل الحركات العضليه اللي تخليها الطير بهذا المنظر. فالطيور مش بس فيها رئتين وقصبة هوائية، دي فيها تفريعات وغرف هوائية وأنظمة غاية في الدقة مصممة بمنتهى الدقة علشان تساعدها للطيران. بينما الزواحف ربنا ما يوريكم، الجهاز التنفسي بتاعها عبارة عن أنابيب كيسية بسيطة، حاجة يعني أدوبك تكفي الزاحف اللي مش محتاج يجري كتير، اللي قاعد كده في الضلة تحت شجرة. الطيور الشعب الداخلية والأنابيب الكتيرة للطيور مش بس بتزود كمية الأكسجين في تبادله مع الدم، ده أيضا بتساعد على تبريد الطاقة. الطائر لو ما كانش فيه النظام المعقد ده من التبريد والتخلص من الحرارة الزيادة، ده كان يموت مخنوق من كثرة الطاقة اللي طالعة نتيجة العمليات الحيوية اللي في جسمه أثناء الطيران، أثناء إمدادها بالأكسجين عشان يقدر يطير. ففي نظام معقد بيجعل الهواء بيسير في اتجاه واحد يساعد على تبريد الجسم. انا مش بتكلم على تغيرات بسيطة، انا بتكلم على تغيرات جينية عملاقة كتيرة جدا، لان انت عايز فوق الخمسين تغير ظاهري، كل واحد منهم محتاج الاف الجينات اللي تقوم بيه. الطفرات اصلا ما بتقومش بهذا الامر، وما تقدرش تدينا الطفرات هذا التصميم الرائع الدقيق، بالطفرات دي حاجه عشوائيه. ده تصميمات بهذه الدقه محتاجه مصمم. مع ملاحظه ان اي مرحله وسيطه ما اكتملش الجهاز التنفسي فيها هيموت الكائن الوسيط ما بين الديناصورات وما بين الطيور، هيموت مخترق مع اول محاوله للطيران بسبب عدم كفاية الأكسجين وأيضا بسبب سخونة الجسم. فإزاي اتطور تدريجيا زي ما بيدعونا هذا الجهاز المعقد؟ هل الأول طور جهاز تنفسي غاية في التعقيد قبل ما يبدأ يطير رغم إن هو مش محتاجه؟ ليه يطور جهاز معقد جدا ملوش احتياج بل بالعكس ممكن يعيقه؟ وليه الطبيعة تنتخب الديناصور اللي بدأ يطور جهاز تنفسي معقد رغم انه ليس له احتياج بل بالعكس يديله حاجات سلبيه؟ ده لسه هو ما ابتداش يطير ولسه ما طلعلوش ريش والكلام ده كله. ولو طور الاول الريش وطور الطيران في الاول هيموت مخنوق لعدم كفايه الاكسجين. كل ده يأكد لنا ان الطيور مش تطور من ديناصورات. الطيور تصميم دقيق رائع جدا مصممة بهذه الطريقة عشان الكائن اللي مصمم ده الطائر يعرف يطير بيها. الاختلاف بين الطيور والزواحف او الديناصورات ايضا اعقد من ده بكتير، زي ما قلت اسلوب تبريد الجسم. كل ده ادل على اختلافهم، هما مش من جلد مشترك ولا مصدر واحد. حاجة تانية يقولنا مرجع هولت للبيولوجي، الزواحف ذات دم بارد عشان تتحكم في درجة حرارة الجسم، عشان كده الزواحف تفضل تتنقل ما بين منطقة مشمسة ومنطقة ظل والعكس، لأنها ذوات دم بارد. ده ليه شرحهم وآدي المرجع قدام حضراتكم اللي عايز يتأكد من الكلام ده. أما الطيور ذوات الدم الحار، ليها ميكانيكية معقدة لتتحكم في درجة حرارة الجسم وتخلي درجة حرارة الجسم ثابتة. ده سبب اخر ان الطيور صعب ان تكون اتت من الديناصورات. عارفين قالوا ايه؟ قالوا يبقى الديناصورات ذات دم نص بارد ونص حار. يعني ايه يا اخوانا الموضوع ده؟ قالوا مرحله بسيطه. طب عندكم دليل؟ لا، بس عشان يكون الزواحف في بدايتها دم بارد والطيور ذات دم حار والفرق البشع بينهم، يبقى لازم تكون الديناصورات في النص. ايه اللي بيقدمه لنا؟ هو ده العلم بتاع التطورين لازم تقبل بيه. ليه؟ ده بيدرس في اعظم الجامعات. واوعى تتساءل، لا تجادل،
ما ينفعش تجادل في الكلام ده، لأنك هتبقى قال عليه جاهل واللي ضد العلم لو تساءلت فين الدليل على الكلام اللي بتقولوه. يؤكد نفس المرجع ان تركيب الرئه مختلف تماما للديناصورات عن الطيور. طيب اذا كانوا مختلفين اين الدليل على التطور التدريجي؟ هتقولنا الدليل انه فعلا الجهاز التنفسي تدريجيا تطور من الديناصورات للطيور. هل بدا يبرد الجسم الاول قبل ما يطور الطيران رغم ان هو مش محتاج واسلوب حياته ممتاز جدا؟ ده غير مقبول، والطبيعه تنتخبه ليه اصلا؟ لانه ذات الدم البارد مناسب للطبيعه اكتر بكتير، ومش محتاج باستمرار في ايام البرد يعزل نفسه قوي وفي ايام الحر يعزل نفسه قوي لما درجه حرارته ثابته. لا، ذوات الدم البارد تقدر تتاقلم في بيئات اكتر بكتير من ذوات الدم الحار. طب ليه الطبيعه اختارت اللي مش مناسب ذو الدم الحار وهو لسه مش محتاج يطير؟ ما بيعملش نفسه اعشاش وجسمه ما صغرش. ولو بدا يطير في الاول قبل ما يكتمل نظام التبريد المعقد مات من ارتفاع درجه حراره الجسم. الكلام ده يؤكد التسميم. فزي ما قلت، الزواحف ذوات دم بارد والطيور ذوات دم حار. اصلا ما ينفعش، ده من الحاجات اللي ما ينفعش تفسيرها بالتطور التدريجي، لان كل اجهزه الجسم، ده مش موضوع بس درجه حراره الدم، ده العمليات الحيويه المتعلقه بيها. العمليات الحيويه في جسم الكائنات الحيه، كل عمليه حيويه ليها درجه حراره مناسبه بتتم فيها. احنا مش بنتكلم بس على الدم يسخن ولا يبرد، احنا بنتكلم على التفاعلات الحيويه البايوكيمستري الضخمه المعقده اللي في الجسم دي. ما تنفعش بالتطور التدريجي اللي فسرها الحاجه الوحيده التصميم الذكي، اللي مش بس مصمم الكائن وخلاياه ومصمم الاعضاء اللي موجوده فيه، ده كمان مصمم كل كائن بالعمليات الحيويه او الميتابوليك ريت الموجوده فيه لتكون مناسبه لدرجه حراره جسمه. عشان كده الميتابوليك ريت في الطيور اعلاها والميتابوليك ريت في الزواحف اقلها. اي اختلاف بسيط جدا في اي تفاعل بيولوجي كائن ما، ده احنا الانسان انزيم هرمون صغير قوي اسمه انسولين لما بيبتدي يتاثر بيتبهدل الانسان ازاي. فتخيلوا لو بنتكلم مش على واحد، بنتكلم على الاف من التفاعلات البيولوجيه. ما ينفعش التطور التدريجي تفسيرها ولو واحد فيهم او مجموعه فيهم لسه ما اكتملتش الكائن مات. طيب الاختلاف اخر، اختلاف القلب. القلب مختلف تماما في الطيور عن الزواحف والديناصورات. القلب في الديناصورات ثلاث غرف وزينين وبطين واحد، اما القلب في الطيور اربع غرف. الاختلاف ده ولازم يكون تم بالطريقه دي علشان يسهل للطيور ان هي الدم المحمل بالاكسجين هو اللي يروح بس للانسجه ويمدها باكسجين كافي. بل ايضا قلوب الطيور تختلف عن قلوب الثدييات، لان الشريان الاساسي البطين الايمن على عكس الثدييات اللي هو يطلع من البطين الايسر. ازاي تطور القلب الثلاثي الى رباعي تدريجيا مع وجود اي خطا في عضله القلب؟ الكائن ميت. ده لما بيبقى فيه الطفل عند ثقب في القلب صغير، مش غرفه كامله مش موجوده، ثقب صغير، الطفل ده لو ما اتعالجش بسرعه مش هيقدر ينمو ويكبر وهيموت. متخيل حجره كامله من اربع حجر القلب مش موجوده، ازاي ده تتطور تدريجيا؟ ايضا لو فكرنا فيها بالتطور التدريجي هنلاقي كم ضخم من الكوارث. دي هفرد لها ملف مستقل، ازاي تطور القلب من وحيد الغرفه لثنائي الغرفه لثلاثي الغرفه لرباعي الغرفه. ايضا اختلاف ضخم بين الطيور والزواحف في الجهاز التناسلي اللي ما ينفعش يكون فيه ادعاء التطور التدريجي في تفسيره. ايضا اختلاف تركيب البيض. الموضوع ده يمكن افرد له برضه ملف مختصر، ملف مختلف. ايضا اختلاف تركيب العظام. الزواحف عظامها مصمطه تقيله، الطيور عظامها مجوفه خفيفه،
لو بالتطور التدريجي مين فيهم الاول؟ لو العزله اصبحت مجوفه في الاول رغم ان التقارير ما تعملش الكلام ده، التصميم الرائع ده، لوجدنا ان الزاحف يتكسر بكل سهوله مع اي سقطه. وهو لسه ما بيطيرش. واضعف في الصراع اي خط هو اللي يتكسر والتاني هيفضل سليم اللي لسه العظام بتاعته ما اصبحتش مجوفه. ممكن تقولوا لي ليه الطبيعه تنتخب اضعف اللي بيتكسر بسهوله اللي اصبحت عظامه مجوفه سهله الكسر وهو لسه ما بيطيرش؟ ليه تنتخب الطبيعه؟ ده ضد التطور. ولو الطيران الاول هو ما يقدرش يطير اصلا بعظام ثقيله. في موضوع العظام نجد اختلاف تاني ضخم، هو الزواحف بتستمر في النمو لغايه ما تموت، بينما الطيور بتوصل لحجم معين عند البلوغ وتقف عن النمو. ايضا ده ما يقدرش التطور التدريجي يفسره لنا. اختلافات تانية كتيرة قوي، انا قلت بس بعض الامثله باختصار، لكن اللي عايز يرجع ادي بعض الامثله ال 14 اختلاف كبار ما بين الزواحف او الديناصورات وما بين الطيور. هل حد يقدر يفسر لنا من نوعين التطور او الناس اللي بيتغسل مخها بكلام التطوريين اللي بيصدقوا بالكلام ده علمي، هل حد منهم يقدر يقدم لنا دليل واحد ازاي حصل اي تغير من التغيرات الضخمه دي تدريجيا عشان يتطور الديناصورات للطيور؟ فين حفريه المراحل الوسيطه اللي تشهد على الكلام ده؟ اين الادله الجينيه على الكلام ده؟ في كل اللي بيقدموه هل لسه عندي صوت؟ طيب اشكر ربنا. في كل اللي بيقدموه لنا ما بنشوفش اي تطور تدريجي بين الديناصورات والطيور. فالتطور اللي بيزعمه ان هو تغير واحد بسيط تدريجي متتابع ويتلو تغير اخر في احد الافراد تحصل فيه طفره صغيره تميزه تجعله يسود ويندثر السابق ليه، وبالطبع لانه ساب بالانتخاب الطبيعي المفروض ساعتها يسيب حفريات كتيره لان هو السايب على سطح الكره الارضيه، ثم تحصل طفره ثانيه في احد افراده هو بالانتخاب يسود ويندثر السابق ليه، والثالث ده هو اللي المفروض نلاقي له حفريات اكتر، بعد كده طفره رابعه وثالثه ورابعه وخمسه وعشره ومية، وكل مرحله من دول هو اللي بيسود والمفروض نلاقي له حفريات تشهد عليها لانها ثابت بالانتخاب لغايه ما يوصل الديناصورات تصبح طيور. فين الكلام ده؟ فين الدليل على هذا الخيال اللي ولا قصص الف ليله وليله، بس بدل ما الف ليله وليله للاطفال التطور ده الخيال العلمي بتاع الكبار. فين الدليل على الكلام ده؟ انتوا متخيلين الزواحف ممكن تتنوع، تصغر شويه في الحجم حسب البيئه، تكبر شويه في الحجم، يتغير اللون حسب البيئه، لكن الزاحف ده عشان يتطور ويبقى طائر متخيلين محتاج يمر بقد ايه بماكرو ايفوليوشن عشان يصبح طائر في الاخر؟ حاول بعض علماء التطور ان يقدموا لنا دليل. وادعاء ان الديناصورات اللي اتطورت للطيور، فقالوا الطيور الحيه هي ديناصورات. شكرا. زي ما قالوا ان الانسان حاليا هو جنس من القرده، الطيور حاليا هي جنس من الديناصورات. واوعى تعترض بكلام العلماء، ولو اعترضت تبقى ضد العلم وتبقى جاهل، لان انت بتؤمن بالخلق ما تؤمنش بالتطور الذي بيدرس في كل الجامعات. ادي الكلام ال 12 في مجله ناتشرال هيستوري. ايه رايكم؟ طبعا الكلام ده يخالف الكتاب المقدس اللي قال ان الطيور اتخلقت في اليوم الخامس. ابي الحيوانات البريه والتنانين العظام والدبابات اللي اتخلقت في اليوم السادس. يعني حتى اللي بيحاولوا يوفقوا ما بين الكتاب المقدس وما بين فرضيه التطور الكذب، وبيحاولوا يوفقوا انه كتابنا المقدس ما عندوش اشكاليه مع التطور. ايوه اليوم حقبه ومش اليوم حقبه والكلام ده كله. طب هتقولوا ايه؟ الكتاب المقدس قال الطيور في اليوم الخامس والتنانين العظام في اليوم السادس. التطوريين بيقولوا لكم لا، التنانين العظام الديناصورات هي الاول والحقبه اللي بعد كده الطيور. طب يا ترى ده هتوفقوها ازاي؟ حتى ادعاء ان اليوم حقبه، لا اليوم مش يوم، ده اليوم عند ربنا 1000 سنه، برضه مش هينفعكم. هتعملوا فيها ايه دي؟ يعني بتحاولوا توفقوا ما بين التطور اللي بقول لكم عليه كاذب وعلوم كاذبه مع الكتاب المقدس، هتعملوا ايه في النقطه دي؟
المهم يدور الأمر كله باختصار من البداية على حفرية لقوها لكائنات من 150 مليون سنة. ادعوا انه الكائنات دي مرحلة انتقالية وسموها باسم جميل كده، قالوا عليها أركيوبتيركس. بقولها باختصار او الأركيوبتيركس ده الأركي هو الحلو اللي قدام حضراتكم الصورة التخيلية اللي ده. بصوا نص ديناصور نص طائر، سبحان الطبيعة. ديناصور بريش وبسنان وزي الفل، ديناصور حلو وزعمن كده وبرضه عنده ريش قرب يطير دي. طيب الرسم التخيلي اللي بيرسموه، وطبعا الطلبة يقولوا لهم اكتشفنا حفريات كتيرة، ليه؟ لأنهم 10 حفريات وده المرحلة الوسيطة. سبحان الطبيعة كده العلماء أثبتوا تطور الديناصورات للطيور، ولازم الطلبة يؤمنوا بالكلام ده. ولو ما مش بالكلام ده يبقوا ضد العلم. الأركي ده اسم الطائر صغير، وتعني كلمة أركيوبتيركس إن هو معناه الجناح الأولي. عشان نعرف حجمه قد إيه، حجمه عامل زي الغراب. الديناصور تيركس اتسخطت بيه، سخطته الطبيعة خليته الغراب. الكائن ده باختصار شديد كائن منقرض، كان ليه عدة أنواع فهو متنوع، ولكن هندرس اللي يقولوه علماء التطور، ولما ندرسه هنكتشف عدة مفاجآت. بس القصة ليها خلفية تاريخية أبتدي بيها النهاردة وهكملها الأسبوع الجاي. القصة في سنة 1861 ميلادية في ألمانيا، خلي بالكم ده بعد سنتين من كلام داروين 1859، في منطقة اكتشفوا حفرية لريشة، ريشة كاملة طبيعية واضحة متحجرة. فسموا الريشة دي اللي لقوها في الطبقة اللي قدروها ب 150 مليون سنة، سموا الريشة دي الأركيوبتيركس أو الأركي أو ما يسمى الريش الأولي. معنى الكلمة دي معناها الريش الأولي. أدي برجع يشهد أو يشرح هذا التاريخ. ولما لقوا الريشة دي في طبقة افترضوها إن هي من زمن الجوراسيك، اتباعت بثمن غالي جدا جدا. ده لفت نظر الناس، واو، يعني كل ما الاقي ريشه في طبقه من الجوراسيك ده ببقى غني، تاني يوم هيبقى عندي ثروه لو لقيت ريشه بس متحجره وعرفت ابيعها. كويس؟ رغم انه المفروض اي انسان امين ده كان لازم يشهد له ان الديناصورات والطيور ذات الريش كانوا عايشين مع بعض في نفس الفتره الزمنيه. يعني اتخلقوا مع بعض وعاشوا مع بعض واتدفنوا مع بعض. لكن بعد ما بدأوا مصرين يفرضوا، ساعتها كانت بدأت فرضية التطور تنتشر، وده بعد كلام داروين بسنتين وعايزين يثبتوا كلامه بأي شكل عشان عقيدتهم الإلحادية، وخاصة إرنست هيكلي الراجل الكذاب بتاع الأجنة، هندرسه بالتفصيل كلامه اللي قاله. بعد فترة اكتشف هيكل بدون رأس ورقبة وبدون ريش أيضا في حجم الغراب، هيكل لزاحف. كويس؟ لا مش كويس. ليه؟ أول ما شافه قالوا يبقى هو ده الكائن المرحلة الوسيطة ما بين الديناصورات وما بين الطيور، وهبتدي يطلع له الريشه اللي احنا لقيناها بتاع الاولانيه هي دي بتاعته، ويبقى هو ده اللي بدا يطلع له ريش. دي صوره لنسخه منه، ده مش الاصلي، عشان الاصلي لما هندرسه هنلاقي كوارث. بس خلينا ده صوره توضيحيه. بص الريش حلو ازاي حوالين الديل وحوالين الاطراف، بص الريش جميل ازاي، لكن لما هندرس الاصل هنكتشف قصص مختلفه تماما. فدي الصورة الريبليكا، يعني نسخة معمولة على اليد اللي محطوطة في متحف لندن، اللي يشوفها سبحان الطبيعة مرحلة بسيطة ما بين الديناصورات وما بين الطيور. الديناصورات عشان كانت متكبرة سخطتها الطبيعة فبقت الطيور، وعلى أحفاد القردة والخنازير بالظبط. قالوا إن ده صاحب الريش المكتشف،
سابقا، وقالوا ان ده هو ده اركبتكس. الاركبتكس ده الريشه اللي احنا لقيناها ده تبع ده، فهو ده الكائن وده بقى الاركي. الحفريه دي اتباعت بالثمن بشع، ثمن باهظ جدا للمتحف البريطاني. ومن ساعتها الشغف زاد جدا لمحبي الثوره، محب الفلوس والشهره، ان يبتدي يطلعوا له هياكل اخرى، لانه لو لقي هياكل هيبقى مليونير. كويس؟ استمر البحث لغايه سنه 1877، اعلن عن اكتشاف حفريه اخرى ما يعرفوش مكانها فين. يعني ولازم تعديها ما تعترضش. اتقال ان هي في منطقه قريبه من الاولانيه، ولكن هي لقوها وخلاص. لكن الفرق في دي ان دي فيها جمجمه، والجمجمه كان فيها 13 سن في كل فك. يعني كده يشبه الزواحف، ده هو عنده اسنان. فهو عنده ريش وعنده اسنان، وشكل الجمجمه يشبه الزواحف، إذا مرحله وسيطه ما بين الزواحف وما بين الطيور. ولانهم حكموا سابقا في اللي فات اللي ادعى ان هو صاحب الريش، ان هو عنده ريش، يبقى ده بالاضافه ان هو عنده اسنان زي الزواحف كمان عنده ريش زي اللي فات. وبالفعل كالعاده اتباعت بثمن مرتفع جدا للمتحف الالماني في برلين، وادي صوره نسخه ليها. كويس؟ بعد كده اكتشفوا اربعه اخرين، معظمهم مبهمين مش واضحين، فاصبحوا سته كلهم في نفس المنطقه في المانيا. ثلاث هياكل مش محفوظه بشكل جيد، بهتة قوي ما ينفعش دراستها. ووصلوا حتى الان الى 10 حفريات بيقولوا ان هم كلهم زي بعض رغم الاختلافات الضخمه بينهم، بس مش مشكله. الا ان انت ما تقدرش في اي فيهم تميز وتقول ده ريش غير في الحفريتين الاولانيتين. يعني بعضهم بهذا المنظر، انت ما فيش اي شكل لا ريش ولا غيره. لكن فيما عدا اول حفريتين او اول هيكلين، وده اللي بيقولوا له علماء ان هم دول من الاعتماد الاساسي انه كان زاحف بريش. فبدل من يقولوا ان هو غالبا جنس او اكتر اندثر، قالوا لا ده مرحله بسيطه. هندرس في الاجزاء التاليه، هنكتشف الكوارث في هذا الادعاء، وهنكتشف التزوير اللي استغرق زمن طويل عشان يتكشف. لكن اوقف عند القدر ده، وارجو من حضراتكم تنتظروا الاسبوع الجاي هنكتشف التزوير اللي حصل في الحفريه دي، القصه بتاعتها والهيكلين الاولانيين اللي يبدو ان فيهم ريش ولا ده ترى تزوير. هنعرف القصه ايه الاسبوع الجاي. نتوقف.